السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 23 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان، كما قال ربنا الرحمن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مضى بنا الكلام بفضل الملك العلام مع الوصية الأولى، وصية الوصايا، والنهي عن الشرك، والأمر بما يخالفه من التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ومن بعد الوصية الأولى كانت الوصية الثانية بالإحسان للوالدين مع الشكر لهما بعد شكر الله عز وجل، وذلك مقرر في كتاب الله في أكثر من موطن وموضع. يأتي الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله عز وجل، أمرا بالتوحيد ونهيا عن الشرك. تأتيك الوصية الثالثة، وصية التربية، وصية المراقبة، إنها وصية من نوع خاص. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. من كان هذا علمه، من كان هذا علمه وهذه رقابته وتلك إحاطته، أيليق بالعبد أن يعصيه أو أن يتوارى بمعصيته منه؟ فهذه المعصية كبرت أو صغرت، عظمت أو حقرت، إنها لا تخفى على الله ولا تغيب عنه ولا يواريها شيء، لا سماء ولا أرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. إنه علم دقائق الأشياء كما علم عظائمها، فمفاتح الغيب عنده كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا قال: يا بني، والكلام على لسان لقمان، وتكرار يا بني من باب التلطف ومن باب تليين المخاطب أو تليين قلبه. يا بني، أسلوب اللطف في الخطاب، إنها معصيتك، إنها كبرت أو صغرت، إنها إن كانت حسنة أو سيئة، إنها إن كانت كبيرة أو صغيرة، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وهو شيء يذكر ويراد به منتهى الصغر، فالعرب كانوا إذا أرادوا تصغير الشيء قالوا عنه ذرة، لكن القرآن الكريم لم يحدثهم عن الذرة فحسب، بل حدثهم عن مثقال الذرة، وهو شيء جهله الناس حتى كان العصر الحديث واستطاع العلماء أن يفتتوا الذرة ويكتشفوا نواة الذرة والإلكترون والنيترون
ويرقبوا حركة الذرة من الداخل. بعدين قالوا احنا جبنا الديب من ديله، احنا اكتشفنا ان الذرة تتفتت، وان الذرة ليست اصغر شيء بل اصغر منها مثاقيل الذر. مسلمون في إفاقة من بعد طول سبات قالوا هذا عندنا في كتاب الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك كما يطلقون على أصغر الأشياء الذرة يطلقون الخردلة أو حبة الخردل، وهي في منتهى الصغر. وذكرت هنا يا بني إنها إن تك مثقال حبة إنها إن تك مثقال حبة من خردل. إذن هذا ضرب مثل لأصغر شيء يعرفه الناس، إنها إن تك مثقال حبة من خردل. ثم هي ليست في كف أحدكم، وليست على بساط ولا على ورقة ولا تحت الأضواء، لا، مثقال حبة في خردل، مثقال حبة من خردل في صخرة داخل قطعة من الجبل أو في فلك من الأفلاك، كوكب من الكواكب، مجرة من المجرات، سديم من السدم، كدس من الأكداس. هذه الكواكب العملاقة التي لا يكاد العلم يعرف عنها إلا النذر اليسير، ولم تستطع أجهزة الإنسان أن تصل إلا إلى جزء يسير منها يعد بالمليارات، في جزء من ناحية الكون. وكلما أرادوا أن يطوروا أجهزتهم لعلهم أن يتعرفوا ويتوصلوا إلى جانب آخر من هذا الكون وهذا الملك أو الملكوت، وجدوا أن الكون يتسع وأن السماء تتسع وتنفسح بما لم يستطيعوا بأجهزتهم أن يلاحقوا اتساع السماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ولا يزال الكون يتمدد ويتسع باتساع البشرية وكثرة السكان داخل هذا الكون، مش زي ما التفكير الغربي أوروبي أو أمريكي يقول لك الكون دلوقتي يعني عندنا 7 مليار من البشر عاوزينهم يتقلصوا، عاوزين نخلص منهم. فالموضوع الكورونا ده والله أعلم إذا كان للبشر فيه يد خبيثة أم لا، بحيث يعني يتم تخفيض الكون، تخفيض نسبة البشر. كلام بيقال هو الحقيقة ضائعة في عالمنا، لكن على كل حال خالق الكون هيأ الكون، لو كانت البشرية ضعف ما هي عليه لاتسع الكون لها. وإنا لموسعون،
إن الله عز وجل قبل أن يخلقنا هيأ لنا الكون، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الآيات. فالتهيئة موجودة من قبل الخلق، فلا يحتاج البشر إن هم يعني يعولوا هم الكون ولا إنه يكون في انفجار سكاني ولا شيء، كما كان تتعلل الدول النامية أو المتخلفة بمثل هذا. والشاهد: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، في الأرض، في مجاهيل الأرض، في قيعان البحار والمحيطات، في أي مكان كانت، في أي مكان عملت، في ظلمة الليل، في خفية عن الناس، في هذه الصخرة الصماء داخل الجبل مع ظلمة الليل، أيا كان الأمر، يعني القرآن يدع لك مجالا للتخيل مهما كانت السرية ومهما كان التخفي. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قدرة وإحاطة وعلم وإرادة سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يأتي بها الله. إن الله لطيف دق علمه، خبير أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فالآية بعد تفسيرها التحليلي نأتي إلى تفسيرها الموضوعي. الآية تحدثك عن المراقبة أو المحاسبة، الآية تحدثك عن جانب من جوانب التربية وتزكية النفوس، الآية ترتقي بك إلى مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. من كان هذا علمه وجب على العبد أن يتقيه وأن يراقب الله في السر والعلن، في الجلوة والخلوة. إن استطاع أن ينجو وأن يبتعد عن أعين الرقباء من البشر فإن عين الله عز وجل ترقبه. وسيأتي اليوم الذي يحاسبه ربه على الصغير والكبير والنقير والقطمير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء
لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء فهي تفرح لما عملت من الخير أما ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ثم يقول الله ويحذركم الله نفسه وهذا الترهيب والله رؤوف بالعباد وهذا الترغيب كما قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وهذه كالمفسرة لتلك والقرآن يفسر بعضه بعضا ونضع الموازين القسط والقسط هو أبلغ العدل وأتمه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والنكرة في السياق يفيد العموم وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين حتى فيما لا تراه العين البشرية يأتي الله عز وجل به كما قال ربنا سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالحساب بمثاقيل الذر إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله الخردل ومثقال الذرة كما في سورة الزلزلة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذه الآيات كالمفسرة لآية لقمان واقتضت هذه الآيات وما هو على شاكلتها خطر الحساب في الآخرة فاليوم يوم عظيم وكل ما فيه عظيم
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فأهل البصيرة أو أهل البصائر علموا ذلك وتحققوا أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم مع صدق المراقبة لربهم. محاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة مع ربهم، ذلك أنه من حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن أهمل المحاسبة في الدنيا دامت حسراته. فلما علموا أنه لا ينجيهم إلا الطاعة فصبروا عليها وصابروا ورابطوا ممتثلين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابطة ست مقامات وأصلها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران والعياذ بالله المعاتبة والمعاقبة. فما معنى ذلك؟ وهذا باب واسع في تزكية النفوس، وإن كنت قد تناولت قدرا منه في خاطرة الفجر، لكن توافق الحديث عنه مع هذه الآية الكريمة، آية التربية، آية المراقبة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فنذكر شيئا مما ذكرناه عند هذا الباب، باب المحاسبة بأنواعها من مشارطة ومجاهدة ومراقبة ومعاقبة أو معاتبة، على أن المسلم ينبغي أن يربي نفسه هذه التربية الإيمانية، وأن يزكي نفسه بتلك التزكية القرآنية والنبوية. فإن الله عز وجل جعل من أجل مهام نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتزكية هنا تزكية النفوس، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكى أصحابه تزكية جعلتهم تخلو نفوسهم من حظ نفوسهم. وكانوا يتفوقون على من جاء بعدهم بمثل هذه التزكية وتلك التربية المشتملة على المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمعاقبة والمجاهدة والمعاتبة. فكانت تبدأ بالمقام الأول
المشارطة، كما قيل اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، فكذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس ويوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها، فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى، فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير من أرباح الدنيا. فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس في التجارة، وقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالحا. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم، واعلمي أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له بكل يوم 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار. ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها، فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم. ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوءه ولا يسره، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من المباح ويتحسر على خلوها، ويناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فيقول لنفسه: اجتهد اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة، فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك. قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه، هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فهذه وصيته في نفسه في أوقاته.
ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه، في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إلى النفس فإنها رعايا خادمة لها في هذه التجارة المخلدة، بها يتم أعمالها، ويعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه الأعضاء، فتعيين تلك الأبواب لمن عصى الله بهذه الأعضاء فيوصيها بحفظها عن معاصيها. أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، أو إلى مسلم بعين الاحتقار، وعن كل فضول يستغنى عنه، ويشغلها بما فيه تجارتها وربحها، وهو النظر إلى ما خلق الله من عجائب صنعه بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للابتداء، والنظر في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطالعة الحكم للاتعاظ والاستفادة. وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به، ولا سيما اللسان والبطن، متجنبا آفات اللسان، شاغلا لسانه بذكر الرحمن، فيشغله بما خلق له من ذكر وتذكير وتعلم وتعليم وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله، وإصلاح ذات البين، إلى غير ذلك من صور الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا تكثر من الكلام إلا من حق توضحه، أو خلل تصلحه، أو كلمة تفسرها، أو مكرمة تنشرها، فإنه يستدل على عقل الرجل بقوله، وعلى أصله بفعله، وإن قبيح الكلام ينفر عنك الكرام، ويغري عليك اللئام، ويوجه إليك الملام. كن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، وكن كالنخلة يرميها الناس بالحجر فترميهم بالثمر، وكن كالنملة خافت على بنات جنسها فأمرت بمعروف ونهت عن منكر، وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وكن كالهدهد غار على توحيد الله عز وجل فأخبر الملك سليمان إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ويتوجه إلى بطنه بالنصح والتذكير إلى هذا العضو الخطير، فيكلفه ترك الشره واجتناب الشبهات والشهوات، ويقتصر على قدر الضرورة، ويشترط على نفسه إن خالفت شيئا من ذلك أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن، ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها، وهكذا مع جميع الأعضاء، واستقصاء ذلك يطول، وكذلك ما تخفي طاعات الأعضاء ومعاصيها.
ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة في النوافل التي يقدر عليها وعلى الاستكثار منها. وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك فيستغني عن المشارطة، ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لله تعالى في ذلك حق، لله تعالى عليه في ذلك حق. ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو نحو ذلك، إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها. فعليه إذن أن يشرط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس الفاهم الفطن، ولا ممكن تقرأ الكيس زي الرجل قال مؤمن كيس قط، كيس فطن قال كيس قط، ما هي مش متشكلة، والفاء والقاف قريبين من بعض. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ورضي الله عن سيدنا عمر إذ قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومن المشارطة إلى المراقبة. إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه لم يبق إلا المراقبة لها وملاحظتها، كما في الحديث الصحيح في معنى الإحسان حين سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة، أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. قيل: دخل الشبلي على ابن أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن لا يتحرك من ظاهره شيء، فقال له: ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ قال: من سنور كانت لنا إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر حتى لا يتحرك لها شعرة. وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله سبحانه وتعالى خاصة؟ فإن كان لله تعالى أمضاه وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو الإخلاص. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها
ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له فيها من الشكر عليها، لا بد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقوى، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقوة، وهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال، وهو الذكر والفكر، فإن الطعام الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح. ومن المشارطة والمراقبة إلى المحاسبة، والمحاسبة تكون بعد العمل، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار ويحاسبها على جميع ما كان منها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسران لتتبين له الزيادة من النقصان. فرأس المال في دينك الفرائض، والربح بالنوافل والفضائل، والخسران بالمعاصي. فليحاسب الإنسان نفسه أولا على الفرائض، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرط. قيل: كان توبة
ابن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى، أألقى الملك بأحد 20,000 ذنب و500 ذنب؟ كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمعوا قائلا يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى، يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى. فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة، فإن الإنسان لو رمي بكل معصية يفعلها حجرا في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة عليه، أحصاه الله ونسوه. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولينتقل العبد من المشارطة والمراقبة والمحاسبة إلى معاقبة النفس على تقصيرها. فإذا رأى العبد من نفسه تقصيرا في الطاعات أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها، فإنه يسهل عليها حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة، كما يعاقب الرجل ولده أو أهله. وكما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له، أي بستان، ثم رجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة، حائطي صدقة على المساكين. قال الليث: إنما فاتته الجماعة ولم تفته الصلاة في وقتها. وروينا عنه أنه شغله أمر عن صلاة المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلاها أعتق رقبتين. وحكي أن تميم الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فعاقب نفسه بأنه استمر في قيام الليل سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. ومر حسان بن سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك؟ لأعاقبنك بصوم سنة. فصامها. فهذا مما يحل. فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فيحرم عليه فعله. ومثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضعها في النار حتى شلت، وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي، فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح، وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينه. فهذا كله محرم، وإنما ربما كان جائزا في شريعة بني إسرائيل وهو من الإصر الذي كان عليهم، وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا
وإنما حملهم على ذلك الجهل بالعلم أو الغلو في الدين، كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت، وروينا عن بعضهم أنه أصابته جنابة وكان البرد شديدا، وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل فآل ألا يغتسل إلا في مرقعته، وألا ينزعها ولا يعصرها، وألا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا، ففعل ذلك، وهذا من الجهل بالعلم، فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. وقد ذكر شيخنا ابن الجوزي رحمه الله من مثل هذا الكثير والكثير مما صدر عن المتعبدين أو المتصوفة أو الزهاد في كتابه الموسوم بتلبيس إبليس، ليبين الفرق بين ما هو حق وما هو باطل. ومن المعاقبة إلى المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب الإنسان نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة في جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة، وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع. وقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. ومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعاله. قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة، يعني فتور، نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا. وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة، وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر، وحج مسروق فما نام إلا ساجدا، وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز ويقرأ بينهما 50 آية، وكان كرز بن وبرة يختم كل يوم 3 ختمات، وكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم بدل الدمع، وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العتمة، وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجله. قال له أبو بكر الكتاني: بما قدرت على هذا؟ قال: علم صدق باطني فأعانني على ظاهري. ودخلوا على زحلة العابدة فكلموها بالرفق بنفسها، فقالت: إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جوارحي، ولأصومن له في أيام حياتي، ولأبكين ما حملت الماء عيناي. ومن أراد أن ينظر في سيرة القوم ويتفرج في بساتين مجاهدتهم فليقرأ كتاب ابن الجوزي صفة الصفوة، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه.
وآخر المقامات معاتبة النفس وتوبيخها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. من مقت نفسه أي أبغضها في ذات الله أمنه الله من مقته. وقال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد فإذا بين يديه نار قد أججها وهو يعاتب نفسه فلم يزل يعاتبها حتى مات. وكان بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. واعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة، فلا تغفلن عن تذكيرها، وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها، وتقول: يا نفس، ما أعظم جهلك، تدعين الذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقى، أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير؟ وربما اختطف في يومه أو في غده، وربما اختطف في يومه أو في غده، أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت. فما لك يا نفس لا تستعدين للموت وهو قريب منك؟ يا نفس، إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك فما أشد رقاعتك وأقل حياءك. ألك طاقة على عذابه؟ جربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام، أو قربي إصبعك من النار. يا نفس، إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات فاطلب الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم إلى الأبد؟ فجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار أقل من 3 أيام، بالإضافة إلى جميع العمر، بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. ويا ليت شعري: ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الجاه؟ أم بعد 60 سنة أو نحوها لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه؟
هلا تركت الدنيا لخسة شركائها وكثرة عنائها وخوفا من سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة وقد بقيت من العمر صبابة، ولو استدركت ندمت على ما ضاع، فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ اعملي يا نفس في أيام قصار لأيام طوال، وأعد الجواب للسؤال، اخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج اضطرار، إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسري. تفكري في هذه الموعظة فإن عدمت تأثيرها فابك على ما أصبت به، فمستقى الدمع من بحر الرحمة. إنها المحاسبة، إنها المراقبة والمشارطة والمجاهدة والمعاقبة والمعاتبة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا والكلام عن جانب المراقبة أو المحاسبة من خلال هذه الآية، آية التربية والتزكية، يحتاج إلى وقفات. كانت هذه أولى تلك الوقفات، ولعلنا نكمل المسيرة بإذن الله إن كان في العمر بقية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.